احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، متى اوحشك من خلقه فاعلم انه يريد ان يفتح لك باب الانس به. يا الله، احيانا تشعر انك عايز تعيش لوحدك، احيانا تيجي عليك لحظات تقول انا مش عايز حد. الزوجة تقول يا ريت يغلقوا علي الباب كده ويسيبوني ده زوج ولا عيال كده اشوف ايه مع روحي شوية كده. الراجل نفس القضية، يقول لك ده عايز ده مشاكل ولا شغل ولا عمل ولا عيال، انا عايز ساعة كده. يعني سبحان الله، يوحشك من الخلق. متى اوحشك من خلقه فاعلم انه يريد ان يفتح لك باب الانس به. الله، من اراد انيسا فالله يكفيه، ومن اراد جليسا فالقرآن يكفيه، ومن اراد الغنى فالقناعة تكفيه، ومن اراد واعظا فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا هذا فالنار والعياذ بالله تكفيه. هي كده. يعني انت عايز انيس افضل من الله؟ يا الله. عايز جليس افضل من القرآن؟ انت عايز واعظ افضل من الموت؟ انت عايز سبحان الله غنى افضل من القناعة؟ القناعة ده يعني اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. طبعا والله، لان محب الدنيا كما نقول دائما كشارب البحر، ما زاده الشرب الا عطشا، يشرب ماء مالح والعياذ بالله يزداد عطشه، يشرب ماء تاني مالح يزداد عطشه، لغايه ما عزكم الله بطنه تنتفخ، يحصل له استسقاء ثم ينفجر. ده محب الدنيا. اذا كان له وادي عايز اثنين، اذا كان له واديين عايز ثلاثه، ولن يملأ جوف ابن ادم الا التراب. اللي جه منه سبحان الله يفضل دايما زي ما قلنا من قبل نازل من بطن امه ماسك كفيه قابض على الدنيا، يخرج من الدنيا قد فرد كفيه لانه قد سلم ما عنده. خلاص، هات يا بطل، خلاص يبقى معك ثلاثه يعيشون معك: المال والاهل والعمل. اول ما نموت ويرفعونا على الاكتاف تركنا المال، لا دفتر شيكات ولا رقم حساب ولا فيزا كارد ولا مش عارف كلام، خلاص انتهى الموضوع. ولا خرج هو انت نزلت من بطن امك كيف؟ برقم حساب؟ ابدا، انت نزلت للحساب سبحان الله، العمل ثم الحساب. فخلاص المال تركناه في الدنيا. وبعدين قال الاهل يمشوا معايا من باب الايه؟ من باب يعني عشان الناس الاغراب ما يقولوش يعني الراجل ده اولاده تركوه ولا اهله تركوه، فيمشوا معانا لغايه فين؟ لغايه حافة القبر. ويجي الرجل اللحاد او اللي الحدنة ده سبحان الله امين المخازن ده سبحان الله، المخزن قبل النهائي مش النهائي لان دي مرحلة، ينزل في القبر وبعدين يحط علينا تراب وخلاص يغلق الباب. الاهل ايه؟ تلاقي لسه ابوه يعني اخر حفنة رمل ولا تراب وضعت، يبتدي ابنه ايه اللي هيرث منه المال واللي تعب عشان ينفض ايه التراب ويضرب برجله في الارض عشان اعزكم الله النعل اللي لابسه ايه لا تبقى أتربة القبور عالقة به، لا إله، ينفض بس التراب. كانوا نفض إيديه من أبوه اللي رباه وتعب عليه وخلاص. ودخل العبد المسكين ده إيه؟ الميت كالغريق يريد دعوة تنقذه أو حسنة تدركه. عامل زي إيه؟ الإنسان اللي غرق عايز بس حد ده يسيبوه يتركوه، يروح اللي يعمل النعل واللي يعمل اللي مش عارف سوان العزاء واللي يعمل خيمة العزاء واللي مش عارف إيه يتقبل إيه. وسبحان الله وانتهى الأمر. لكن المسكين اللي جوه ده من الذي دخل معه؟ عمله. لن يدخل معك إلا العمل. كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محموله. دائما هي كده سبحان الله. فإذا حملت إلى قبير جثة فاعلم بأنك بعدها محمول. يوم ما نشيل القريب ندفنه أعرف أن المرة الجاية مين؟ أنت اللي محمول. أنت اليوم حامل، بكرة إيه محمول. فأحيانا رب العباد يوحشك من خلقه. يبقى مش عايز ايه؟ ما تستأنس بالخلق، تستأنس بكلام الله، تستأنس بقيام الليل، تستأنس بعمل صالح. كل واحد منا يجب ان يكون، هذه نصيحة من قبل لابنائه وبناته من المشاهدين والمشاهدات، لازم يكون فيه بينك وبين الله سر. الانسان اللي ما فيش بينه وبين الله سر عامل زي بلغة الاقتصاد شيك من غير رصيد. الشيك اللي من غير رصيد لو رحت انا وانت البنك نعمل بيه ايه؟ ولا شيء. يقول الموظف يقول لا يا استاذ، يرد السحب على الساحب، لا يصلح انفاق لنا من غير رصيد، ما ينفعش.
او بالضبط كده. لازم يكون في بينك وبين الله سر. كل واحد من الصحابة كان له باب يدخل منه على الله. حياء عثمان، رقة ابي بكر، قوة عمر، علم علي سبحان الله، يعني ذكر معاذ بن جبل علمه سبحان الله، تواضع بلال، انفاق عبد الرحمن بن عوف، كل واحد له باب. وانت خلي ليك باب ليبلوكم ايكم احسن عملا. اعمل عمل كده وخليه ايه، خليك ثابت. واحد ايه يراه في صلة الرحم جزاك الله خير، واحد يراه في تفريج كروبات الناس، واحد يشوف سداد ديون المساكين، واحد ثاني يشوف انفاق على يتامى، واحد يشوف ايه بناء دور العلم. كل واحد يعمل يعني يفتح بيوت الناس، يدخل سرور على الناس. كل واحد خلي ايه عند باب، تتكامل الأمة بهذا. فإذا أوحشك من خلقه فاعلم أنه سبحانه وتعالى يريد أن يفتح لك باب الأنس به. فما تغضبش أبدا لما تجد الخلق يعني واخدين جنب منك، بالعكس احمد ربنا أنه سبحانه وتعالى. هتقعد مع الخلق يعملوا ايه؟ يغتابوا فلان وينموا في حق فلان ويتكلموا في حق فلان وينقصوا من شأن فلان. يا عم خليك انت في حالك سبحان الله. امسك عليك لسانك امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. تجي مرحلة من المراحل، يبقى انت من الافضل العزلة قدر الامكان قدر الامكان. ليه؟ لان انت لما تتعامل، انت مش هتتعامل مع عثمان بن عفان وعمار بن ياسر، لا، انت تتعامل مع فلان وفلان وفلان، وكل الفلانات دي الله اخر اخر شيء عنده للاسف. اخر ما يتذكره بالاخر، يقول له هيعقدنا بك، هيخدمنا في في في, في النار. يا ابن الحلال، ما هو النار جاءت في القران والجنه جاءت في القران، وذكرت النار 158 مره والجنه 158 مره والعذاب 213 مره والرحمه 213 مره والملائكه قدر الشياطين. يعني القضيه الخير والشر مثاني. يعني ايه مثاني؟ يعني ذكر اهل اليمين واهل الشمال، ذكرت الجنه، ذكر النار، ذكرت النار، ذكر العذاب، ذكرت الرحمه. الله، انت ليه بتفرق؟ ليه بتخاف؟ الله، قال يا ابن عباس نجلس مع اناس يخوفوننا من الله، نعمل ايه؟ قال لان تجلسوا مع من يخوفكم من الله فتجدون امنا يوم القيامه، خير لكم من ان تجلسوا مع اناس يؤمنونكم فتجدون خوفا يوم القيامه. فإن الله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين أبدا، من أمنني في الدنيا أخفت في الآخرة، لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون، ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. فأنت خليك على، قال لك في الحياة، في الحياة وأنت صحيح البدن كده ومقبل على الحياة، خلي الإيه الرجاء، خلي الخوف أكثر من الرجاء. ولما تقترب كده ويشيب شعرك ويحدود ظهرك وتكبر في السن وتأتي الأمراض، خلي الرجاء يغلب على الخوف، لأنك قادم على الكريم سبحانه. فمتى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. يا جمال قلب يستأنس بالله عز وجل. يقول الحسن البصري: والله نحن في حالة مع الله لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. قال يا خبر أبيض، الملوك يقاتلوكم بالسيوف على إيه؟ أنتم مشتاقين تاكلوا. قال لا، الأنس بالله والرضا بالله وعن الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. متى فتح أوحشك من الخلق فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به. اللهم أنسنا بك وبذكرك يا رب العالمين. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.